قانون المصالحة يبيض الفاسدين ويخرق الدستور، وهو قانون لين لا وجود لهيئات رقابية لما يمكن أن يؤول إليه أمر هذا القانون. بالمحصلة بعد المصالحة السياسية وتبييض الفاسدين سياسيين وإعادتهم للحياة السياسية، نحن الآن بصدد إعادة الفاسدين الاقتصاديين والمتحكمون الحقيقيون في اللعبة السياسية في البلاد اللي هم رجال الأعمال. نحن بصدد إذن إعادتهم من جديد للسوق وإعادتهم للساحة والتحكم. كانوا يتحكمون بشكل خفي في حياتنا، فنحن اليوم بصدد إعادتهم للتحكم العلني في هذه الحياة. الذين وصلوا إلى المجلس هم لا يمثلون من صوت، هم يمثلون من مول. هم يدافعون عن مصالح الذين مولوا حملاتهم الانتخابية وعلى عموم شعبنا. وأعتقد أن مراكمة الوعي تدريجيا ستحمل هذا الشعب بكل أطيافه وبكل منتسبيه وبكل أحزابه وبكل انتماءاته إلى رفض قانون مثل هذا القانون. هذا مشروع يستهدف المواطن ويستهدف الدستور ويستهدف القانون ويستهدف حقنا كمواطنين في الوجود.